الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعد للفقر تجفافا للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وآله الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه ولو الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم أنت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سفند رسول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيج مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف انصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا والماء البارد. وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.